الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات بدمياط: لا يمكن الجزم بأي فرضية في سقوط الطائرة المنكوبة وغواصة على عمق 3000 متر لانتشال الصندوق الأسود. ومدينة للأساس في 2017، وانتظروا مشروعات جديدة خلال أيام. وقطاع الأعمال العام يعلن وقف التعيينات في شركاته، والاستثمار تدرس طرح شركات حكومية في البورصة. ونقابة المهندسين تسلم تقريرها الفني عن حريق الرويعي لرئاسة الوزراء.